مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. في كل كندا بالكريسماس بيحتفلوا، أو في معظم الكنديين بيحتفلوا بالكريسماس بعبارة عن شغلة اسمها family dinner، يعني بيجوا بقعدوا مع بعض وبوكلوا. معظمهم 90% منهم بوكلي تركي، اللي هو الديك الحبش اللي عندنا، بيطبخوه لهذه، بيجوا عندهم الناس أصحابهم. بس معظم الشركات بتعمل شغلة اسمها early christmas party، وبدعوا الموظفين تبعونها وعوائلهم عشان احيانا يحتفلوا مع بعض. اليوم احنا رايحين على واحدة من هدول عشان اورجيكم هاي العادة الموجودة عند الكنديين، راح تشوفوا معي اكثر من ناس. تفضلوا. جايبين مهرج عشان يلعبوا الاولاد. It's caught in the crossfire.